فتتميما لحديثنا قبل ربع ساعة كنا قد تكلمنا عن حجية النبي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا حجية أحادها وما يرد به أحادها من علل ذكرناها في مكانها. وكنا قد وقفنا عند الأخيرة وهو كون الحديث ليس من أحاديث الأحكام، فإن بعض الفقهاء يقول إن الحديث إذا لم يكن من أحاديث الأحكام لا نعمل به، لسنا متعبدين به. لذلك من الناس من يقول مثلا إن الحجامة ليست سنة، الحجامة ليست سنة، لأن الحجامة ليست من أحاديث الأحكام. ويأتي أحيانا فيقول مثلا إن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنتكلم عن الأفعال إن شاء الله بعد المغرب، من بعض الهيئات ليست سنة لأنها من باب العادات. فعلى سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء كما في الصحيح من حديث أنس، الدباء هو القرع الصغير، فكان يتتبعه يحبه. فلا نقول إن محبة الدباء سنة، ما نقول إن محبة الدباء سنة، ولا نقول إن ترك أكل لحم الضب سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ولا نقول إن أكل لحم الدجاج كما في البخاري أن سلم أكل لحم الدجاج، ما نقول إن أكلها أيضا سنة لأن هذه الأمور ليست من أحاديث الأحكام. سنتكلم عنها إن شاء الله لأن أغلبها من باب الأفعال، سنتكلم عنها إن شاء الله بعد صلاة المغرب. لكن الذي يهمنا ما جاء من الأقوال في غير الأحكام، وبينت لكم أن هناك طريقتان لأهل العلم، أن هناك طريقتين لأهل العلم. الطريقة الأولى طريقة ولي الله الدهلوي، أنه قسم الأحاديث القولية إلى نوعين. النوع الأول ما كان من باب التبليغ، ما كان من باب تبليغ الرسالة، أي تتعلق بالأحكام، أي تتعلق بالأحكام في أبواب الفقه المختلفة. فإنه لا شك في هذه الحالة أن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته حجة قطعة. النوع الثاني قال ما لم يكن من باب التبليغ، ما لم يكن من باب التبليغ، وإنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة، مثل قوله لا تؤبر النخل، وهذا بلا إشكال، ومثل ما ذكرت لكم من أحاديث الطب النبوي، لنقل عن أنا والسنوت مثلا، ولنقل مثلا عن التصبح بسبع ثمرات ونحو ذلك. والحقيقة أن القول أن ما جاء في غير باب التبليغ أنه مردود وليس سنة مطلقا هذا قول غير صحيح، لأن كثير من الأمور التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع فيها كذا أو يشرع فيها كذا، فالأصل فيها أنها من باب الوحي من الله عز وجل له. فعلى سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء ففي ثلاث، في شربة عسل ومشرط محجم وكية بنار أو وكية بنار. شرب العسل ورد في كتاب الله عز وجل أن فيه الشفاء، لذلك لما جاء ذاك الرجل وأخوه يشتكي إطلاقا في بطنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب العسل، فما زال الإطلاق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صدق الله وكذب بطن أخيك. هذه الجملة تدلنا على أن الأصل أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا هو معتبر ويسن الاقتداء والاهتداء به صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الذي احتجوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما يؤبرون النخلة أي يلقحونه فقال ما أظنه، وفي رواية ما أراه ينفع فتركوه، فهنا الحديث واضح، لم يقل اتركوه، ما قال اتركوه، ولم يقل إنه لا ينفع من باب الجزم، وإنما قال لا أراه أي لا أظن، باب الظن توقع. فهنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول لنفسه عليه الصلاة والسلام، ولم يقله من باب الجزم. وما كان من باب الجزم فالأصل أنه وحي من الله عز وجل،
كما قال الله عز وجل في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي ما ينطق الرسول عن الهوى مطلقا، بل هو وحي من الله عز وجل. ثم ذكرنا بعد ذلك أن القرافي وابن القيم رحمهما الله تعالى قسموا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الأحكام بالخصوص إلى ثلاثة أنواع، فقالوا إنها تصدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغ عن الله، وهذا بإجماع أنها حجة، وتصدر باعتباره مفتيا ومجتهدا عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي حجة ولا إشكال، لأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أصوب من اجتهاد غيره ولا شك ولا شك. النوع الثالث ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره حاكم ومتولي أمر المسلمين، فهذه تصدر باعتبار المصلحة، وهنا يجوز تركها لأجل المصلحة، يجوز تركها لأجل المصلحة، وذكرت لكم الأمثلة. وهذه الأحاديث التي يجوز تركها لأجل المصلحة قالوا يشترط أن تكون مما يتعلق بالسياسة العامة، بالسياسة العامة، السياسة العامة التي ألف فيها ابن القيم الطرق الحكمية وشيخة السياسة الشرعية، وأما ما عدا ذلك فإنها ليست كذلك. لذلك هناك من القواعد المقررة أن تصرفات الحاكم مناطة بالمصلحة وجودا وعدما. المسألة التي بعد هذه المسألة، انتهينا الآن من حجية السنة كاملة، هناك مسألة مهمة قبل أن نتكلم أو ننتقل لألفاظ الصحابة ومن بعدهم رضوان الله عليهم، وهي مسألة ما هي مرتبة السنة من القرآن، ما هي مرتبة السنة من القرآن. نقول إن النظر لمرتبة السنة من القرآن ينظر لها باعتبار ثلاث جهات مختلفة. فننظر أولا إليها باعتبار المصدر، مصدرها، فلا شك أن مصدر القرآن هو ماذا؟ هو الله عز وجل. وأما السنة فكما ذكرت لكم ابتداء فإنها من الله عز وجل، لكن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، السنة النبوية. وأما الحديث القدسي فلفظه ومعناه كلاهما من الله عز وجل، لكن جزء روايته بالمعنى بخلاف القرآن. إذن من حيث المصدر السنة والقرآن مصدرهما واحد من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فسمى الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله عليه الصلاة والسلام وحيا. إذن هذا الأمر الأول. المسألة الثانية مهمة تحتاج لدقة بعض الشيء، مرتبة السنة من القرآن باعتبار الاعتبار أو من حيث الاعتبار، أيهم أقوى من حيث الاعتبار؟ شهر في كلام كثير من المتأخرين أن السنة أقوى من القرآن من حيث الاعتبار، ويبنون على ذلك أنه إذا تعارض نص من القرآن مع نص من السنة فإنه يقدم النص الوارد في كتاب الله لأنه أقوى من حيث الاعتبار، أقوى من حيث الاعتبار. وأول من وجد عنه هذا التقسيم والتفصيل هو أبو إسحاق الشاطبي، فإن أبا إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات قال إن اعتبار السنة في مرتبة أدنى من اعتبار القرآن، في مرتبة أدنى. والحقيقة أن ثمرة اعتبار السنة أقل من القرآن إنما هي ثمرة واحدة، وهي حال ماذا؟ التعارض فقط. إذا وجد تعارض بين آية وحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقال المحققون من أهل العلم إن هذا القول غير صحيح، بل القرآن والسنة من حيث الاعتبار واحد، القرآن والسنة من حيث الاعتبار واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه أي من حيث الاعتبار والاحتجاج. وابن مسعود رضي الله عنه لما دخلت عليه امرأة فقالت له: يا ابن مسعود، إني قد قرأت الكتاب من أوله إلى منتهى القرآن، ولم أجد فيه، ولم أجد فيه أن الله عز وجل حرم النمس. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: بلى، فإن الله عز وجل قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة. الحديث طبعا. المرأة ماذا قالت بعد ذلك لما سمعت هذا الحديث؟ قالت: ما أظن أهلك إلا يفعلون مثل ذلك. المرأة بطبعها محبة للجمال والزينة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه أميرا على الكوب، فغالبا زوجة من كان ذا شرف أو ذا مال تسعى للتنعم وتسعى للتجمل أكثر من غيره. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: قال: ادخلي إليهم، فإن وجدتها أو وجدتهم أحدا منهم يفعل ذلك فحرام علي جماعها. وهذا من باب، قيل إنه أراد أن يطلقها، ويقيل إنها من باب الإيلة، أمر سهل. فدخل ثم خرج فقال: صدقت، فلم ترى أحدا من أهل ابن مسعود نامصا ولا واشما ولا متفلجا ولا غير ذلك. وهنا مسألة أن بعض النساء وبعض الرجال أيضا، قد لم تكن نتكلم عن النمص، قد تأتي بعض النساء فتقول إن النمص قد انتشر بين النساء، أو إن بعض الألبسة المحرمة المتبرجة قد انتشرت بين النساء، أو يأتي الرجل فيقول إن بعض الناس انتشر بينهم كذا وكذا من المنكرات، فيريد أن يقول أكون مع الناس. فنقول إن هذا ليس في هذا الزمان وحده، بل منذ القدم. فهذه المرأة التي جاءت لابن مسعود، مفهوم هذه القصة أنه كان منتشر جدا بين النساء أن لا يوجد منه امرأة يقع منها مثل هذا المنكر. فدل ذلك على أن الإنسان إنما يكون ممتثلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، مجيبا للداعي وإن خالف هواه وخالف عمل الناس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر. نعم. إذن من حيث الاعتبار هما سواء، وهذا هو الذي عليه المحققون. ومن أحسن من كتب في هذا الموضوع ورد على ما استدل به الشاطبي وشهر في كتاب المتأخرين ما كتبه الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى. فإن الشيخ عبد الغني له كتاب اسمه فجية السنة، أطال في الاعتراض على هذا المعنى، وقرر أن أهل العلم الأصوليين غير المعتزلة طبعا يقررون أن السنة والقرآن في الحجية والاعتبار سواء، لا فرق، لا فرق. وأن هذا إنما تفرد به الشاطبي وتبعه عليه كثير من المتأخرين. فالقرآن والسنة من حيث الاعتبار واحد. الأمر الثالث والأخير، مرتبة السنة من القرآن باعتبار الدلالة. باعتبار الدلالة، ما معنى باعتبار الدلالة؟ بمعنى كما قال الشافعي في الرسالة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن تأتي السنة بتفصيل مجمل من القرآن. الله عز وجل يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتأتي السنة مبينة للمجمل، فتبين عدد الصلوات وكيفية أدائها، وتبين أنصبة الزكاة وكيفية إخراجها. فهذه بإجماع أهل العلم، كما قال الشافعي بإجماع أهل العلم، أن السنة تكون مبينة للقرآن في هذه الحالة. ما معنى هذا الشيء؟ أن يكون القرآن جاء الأصل في الحكم لكنه مجمل غير مفصل، ثم جاءت السنة ماذا؟ بتفصيل أحكام من حيث الدلالة. النوع الثاني أن السنة تأتي بأحكام لا وجود لها في القرآن مطلقا. أن تأتي السنة بأحاديث
وأحكام لا وجود لها في القرآن مطلقا. مثال ذلك الله عز وجل قال وأن تجمعوا بين الأختين، يحرم أن تجمع بين المرأة وبين أختها. جاءت السنة فقالت يحرم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ليس في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وإنما ورد ذلك في السنة. وأمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا. فهذه أيضا تكون من حيث الدلالة حجة، ولم يخالف إلا بعض المعتزلة، وقولهم ملغي ولا شك. انتبه للثالثة، الثالثة هي المهمة. النوع الثالث من حيث الدلالة والبيان أن تأتي السنة ناسخة للقرآن. هل يمكن أن تأتي السنة فتنسخ القرآن أم لا يمكن ذلك؟ الذي عليه عدد من أهل العلم ومنهم الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم أن السنة لا تنسخ القرآن مطلقا، مطلقا لا يمكن أن يأتي حديث في السنة فينسخ القرآن. القرآن لا ينسخ إلا بقرآن مثله، إما نسخ تلاوة أو نسخ حكم. ما ننسخ من آية أو ننسها ماذا؟ نأتي بخير منها أو منها. لابد أن تكون آية منها من القرآن. هذا بين القرآن. هناك أدلة كثيرة جدا أيضا عقلية، والشافعي رحمه الله تعالى والشيخ تقي الدين ابن تيمية أيضا أطالوا في الاستدلال على هذا الأصل، وهو أن السنة من حيث الدلالة لا يمكن أن تنسخ القرآن مطلقا، ما في. ولو بحثت عن كل ما قيل إن السنة نسخت القرآن لوجدت أنه بالإمكان أن يكون الناسخ غيره. مثال ذلك هم مثل الأصوليون لمن يرى أن السنة تنسخ القرآن، يمثلون بالحديث المشهور حديث عائشة كان مما أنزل في القرآن ماذا؟ 10 رضعات محرمة، فنسخت بماذا؟ ب5. في القرآن كان موجود أن 10 أن الرضاع يحرم لا بد أن تكون 10، ثم نسخت ب5. الخمس هذه من السنة، إذن السنة هي التي نسخت القرآن، أليس كذلك؟ هذا الظاهر. لكن في الحقيقة إنما جاء وحي من الله عز وجل فنسخ تلك الآية حكما ولفظا، فهي نسخت بآية مثله لكن ما نسخت حتى اللفظ، واضح؟ فنسخت لفظا. فالناسخ هو القرآن وليست السنة، وليست السنة. طبعا من أهل العلم من يقول إن الخلاف خلاف لفظي ليس له حقيقة، ولكن الأمر في ذلك يعني قد يولد له بعض الأثر. لا، الشافعي. الشاطبي في المسألة قبلها. لا، الشافعي ما قال الشاطبي. يقول الشافعي السنة لا تنسخ القرآن. كثير من الأصوليين لا تنسخ، وهم من فقهاء من كبار فقهاء أهل الحديث والأشياء. طيب، إذن هذه ما يتعلق بحجية السنة ومرتبتها من القرآن وانتهينا منه. بقيت عندنا مسألتان ننهيهما قبل المغرب ثم نأتي بأسئلة الأخوان. المسألة الأولى التي معنا هي مسألة ألفاظ الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم. نقصد بألفاظ الصحابة والتابعين يدخلها الأصوليون. قبل أن نتكلم عن قضية ألفاظ الصحابة في مسألة ثم سأعود لها، مسألة قصيرة جدا. الأصوليون عندما يتكلمون عن السنة فإنهم يخصونها بالحديث عن السنة التقريرية والسنة الفعلية، وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد المغرب. ولكنهم يدخلون أقوال الصحابة والتابعين أحيانا في السنة عند الحديث عن السنة. لماذا؟ لأنهم يرون أن بعض أقوال الصحابة مندرجة في السنة. في حالتين، انتبه معي، تندرج أقوال الصحابة تعتبر من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حالتين. الحالة الأولى إذا قال الصحابي من السنة فعل كذا،
من السنة فعل كذا. قالوا إن الصحابي إذا قال من السنة فعل كذا فإن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا الشيء، أمرهم أمرا. ومثال ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي أن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن المقيم عن المسافر يصلي خلف المقيم، سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم، المقيم كم يصلي؟ أربع يتم الصلاة، والمسافر يصلي كم؟ ثنتين. فقال ابن عباس يتم هي السنة. فقول الصحابي هي السنة يدلنا على أن هذا الحكم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس السنة بمعناها الحكم التكليفي الذي يقابل الوجوب والندب، الذي يقابل الوجوب والتحريم والكراهة، وإنما يعني بالسنة السنة التي تقابل القرآن. فعلى ذلك في حديثنا هذا أن المأموم إذا كانت أفعاله أقل من أفعال الإمام نفهم من هذا الحديث ماذا؟ أن صلاته ماذا؟ باطلة، أليس كذلك؟ أو ما تصورتك؟ أعيدها، مفهوم حديث ابن عباس وهو في الصحيح مسلم أن المأموم إذا كانت أفعاله أقل من أفعال الإمام كأن يكون مسافرا للمأموم والإمام يتم، أو المأموم يصلي المغرب ثلاثا والإمام يصلي العشاء كم؟ أربعا، أنه إن لم يوافق الإمام في عدد الركعات فإن صلاته باطلة، لأنه قال السنة أن تصلي مثل ما صلى الإمام أن تتم، فتترك السنة إن كنت مسافرا وهو سنة القصر فتتم معه، وأما المغرب فلا تصلي أربعا فتنقلب في حقك سنة. ويؤيد هذا الفهم ما ثبت في الصحيح من حيث عائشة وعبد الله بن مسعود وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ثم قال في آخرها وما فاتكم فأتموا، أو قال فاقضوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المأموم يجب أن يتابع الإمام في عدد الركعات وأن لا ينسى، وبذلك يتبين ضعف من قال من أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى ومغفرته أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يصلي معه ركعتين ثم ينفصل يسلم، لأنه لو سلم في هذه الحالة يكون خالف ماذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال من السنة، وخالف الحديث الصريح إنما قال كبر فكبروا وركع فاركعوا إلى آخره. وقبل أن أنتقل من هذه كلمة السنة وأنتقل للصيغة الثانية من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، هنا مسألة تتعلق بدرسنا السابق، قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، فقط باب التطبيق. إن قلنا القضاء ما هو؟ فعل الشيء، فعل العبادة طبعا بعد فوات وقتها. أريدك أن تفهم لي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا أن القضاء هنا بمعناه الاصطلاحي، كيف؟ ما الذي تفهمه؟ طيب دلعتم خير، كيف؟ أنا أبغاك تعمل قبل أن أتكلم. نعم يعني تقريبا هذا الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف عندما نطبق المصطلحات، هذا تأكيد الكلام الأول أن المصطلحات أحيانا تأتي في كلام الشارع على خلاف ما تواضع عليه علماء الأصول. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فقضوا، فهم بعض الفقهاء أن قوله فقضوا، شوف أنا صليت مع الإمام فاتتني كم؟ فاتتني ركعتان، فدخلت مع الإمام في الثالثة والرابعة، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دخلتم مع الإمام فصلوا،
وما فاتكم فاتت في ماذا؟ الأولى والثانية صح؟ فقضوها أي فقضوا ماذا؟ الأولى والثانية. إذن مدام قال اقضوا الأولى والثانية إذن يجب التي تقضيها تحاكي الأولى والثانية تقرأ فيهما بالفاتحة وإيش؟ والسورة مثلا. إذا كنت في المغرب ففاتتك ركعتان ثم قمت، احنا قلنا تقضي ماذا؟ الأولى والثانية. إذا تصلي الأولى والثانية ولا تجلس بينهما للتشهد. عرفت كيف؟ عرفت كيف لا تجلس بينهما للتشهد؟ لأنك القضاء يحاكي الأداء، هي القضاء لماذا؟ للأولى والثانية. معي؟ مش معي، أنت فهم هذا كمان، سأتي بعد رفع هذه الجلسة للتشهد. يعني هنا زدنا التشهد في الأثر، ليس قراءة الفاتحة فقط، بل أحيانا قضية التشهد الأول. ابن رجب ذكر أنه ينبني على هذا الأصل نحو 12 مسألة ذكرها في القواعد، وهذا القول هو قول مشهور مذهب الحنابلة والشافعية، أن القضاء هنا يكون قضاء، أن المسبوق يقضي ما فاته، فيكون ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاة، فيكون ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاة، وأن الذي يقضيه وحده هو الأول لأنه قضاء. ماشي معي؟ ومن أهل العلم من قال لا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إن صحت هذه الرواية، معناها في مسلم، لأنه جاء في رواية أخرى في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا فأتموا، إن صحت هذه الرواية فقط مع الأصح فأتموا، لأنه كما قال أهل العلم إن المسلم إذا روى روايتين الأصح منهما ما ذكره ثانيا، هذه قاعدة عن المسلم، ذكر هذه القاعدة غير واحد أهل العلم، فأتموا هي الأصح عن المسلم. إن صححنا في رواية فقضوا فإن القضاء هنا ليس بمعناه الاصطلاحي وإنما بمعناه اللغوي، فتكون بمعنى فأتموا فأتموا. وبناء على ذلك فإن المسبوق إذا دخل مع الإمام فإن أول، فإن الذي يصليه مع الإمام هو يعتبر في حقه ماذا؟ أول صلاته، فالركعتان التي يصليهما بالحق وحده لا يقرأ فيهما مع الفاتحة شيئا. وإذا كان في المغرب ماذا يفعل؟ يصلي ركعة ثم يجلس للتشهد ثم يقوم بالركعة الثانية. وضحت؟ وهذا مثال كنت نسيته لكن جاءت مناسبة عندي، قضية أن القضاء أحيانا يأتي في ألفاظ الشارع على غير المعنى الاصطلاحي، على غير المعنى الاصطلاحي. وذكرت ابتداء أن هذه الألفاظ الاصطلاحية تأتي في معنى الشارع لها معنى، وفي معنى الأصوليين لها معنى، وعند الفقهاء أحيانا لها معنى. إذن هذه الصيغة الأولى من أقوال الصحابي، إذا قال السنة كذا فلها حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية، الأمر الثاني، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا وكذا، قالوا إن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه يكون الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال، هذا قول فيه نظر، أنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قد يكون أمرهم أبو بكر، وقد يكون أمرهم غير أبي بكر كعمر، أمرهم بعض فقهاء الصحابة. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أن الآمر أو الناهي إنما هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أحاديث كثيرة جدا، منها على سبيل المثال ما جاءت الصحيحة عن مسلم من حديث أنس أنه قال نهينا عن، أمرنا أن نستحد في كل 40 مرة، أو قال نهينا أن نتجاوز بها 40، فيدلنا ذلك على أنه يجب الاستحداد، يجب الاستحداد ونفس الإبط في كل 40 يوما على الأقل مرة واحدة وجوبا وجوبا. لا وقت هذا ثابتا، لكن فيه أمرنا أو نهينا، فيها لفظ أمرنا ونهينا، نستدل لفظ ثاني ها مرفوعة على القول الصحيح، وإن كان بعض الأصوليين يقول لا. نعم.
الأمر الثالث من أفعال الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا ما كان من اجتهاد من اجتهاد الخلفاء الراشدين، فإن بعض الأصوليين يدخل اجتهاد الخلفاء الراشدين في السنة بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء في الخلفاء الراشدين بعده، وأمر بالاقتداء بأبي بكر وعمر بالخصوص. فبعضهم قال إن هذا من باب السنة، أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بالاقتداء به. والصحيح أن هذا ليس من السنة، ليس لأفعالهم وأقوالهم حكم السنة مطلقا، وإنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق في الغالب يكون معه. وهنا متقرر عند أهل العلم دائما أن ما اتفقت عليه كلمة الصحابة أو كبار فهم فهو الأصح. لذلك فإن علي رضي الله عنه لما خالف في مسألة أم الولد فاختلف اجتهاده، فرأى جواز بيع أم الولد، ماذا قال له عبيدة السلماني؟ قال له عبيدة السلماني صاحبه، قال: اجتهادك ورأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. فدائما عندما يكون اجتماع الصحابة وخاصة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإنه يكون الحق معهم من باب الاتفاق، وهم من دلالة الإشارة، لكنها ليست سنة، ليست سنة. طيب، إذا انتهينا الآن من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم التي هي لها حكم الرفع، ما عدا ذلك من أقوال الصحابة فليس لشيء منها له حكم الرفع، لأنه لم ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أمرنا ولا نهينا ولا السنة. تكون سنة تقريرية سنتكلم عنها بعد المغرب، لكن ليست من السنة القولية. تم؟ لا، رأيت الرسول هذا سنة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سنتكلم عن السنة والتقريرية والفعلية بعد المغرب إن شاء الله. أنا أقصد كلام الصحابي نفسه من أقواله، ما عدا ذلك من المسائل تعتبر من أقوال الصحابة، وهذه لها مبحث مستقل عند الأصوليين يسمونها ماذا؟ قول الصحابي. هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ بحثوه مبحثا مستقلا، ليس هذا مقامه. طيب، نأتي للتابعي. التابعي نفس المسائل الثلاث، أسهلها أفعال التابعي بإجماع المسلمين ليست حجة إلا أن تكون إجماعا، والإجماع له مباحثه الخاصة به. يبقى عندنا قول التابعي: السنة كذا، هل له حكم الحديث المرسل أم ليس له حكم الحديث المرسل؟ قول جماهير الأصوليين وهو الأصح أن التابعي إذا قال من السنة كذا فإنه لا يكون له حكم الحديث المرسل، ليس له حديث حكم السنة، فالسنة تكون مرسلة لأنه لم يدرك النصاب. لماذا؟ لأنه في عهد التابعين وجد الاصطلاح الثاني الذي أن السنة تقابل ماذا؟ المكروه. فقد يكون من السنة قصده السنة التي هي مستحبة، هذا واحد. الأمر الثاني أن التابعين عندهم قد يكون احتمال أنهم يقصد بالسنة سنة الصحابة، سنة الصحابة يفعل الصحابة. وأنتم تعرفون أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال، فقط بالاستدلال القوي، لكن يبقى على الاستدلال الضعيف. فبما أنه يحتمل احتمال أنه من قول الصحابي أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنحمله على قول سنة الصحابة هو أقلها، كما قلنا في القراءة الشاذة. القراءة الشاذة أقل احتمال فيها أنها ماذا؟ أنها حديث أحد، أي حجة، أقل احتمال إن صح الإسناد. إن لا يمكن أن تكون قول الصحابي لأنها نسبها لكلام الله عز وجل، معنى أننا نقول لا يمكن أن الصحابي ينسب لكلام الله عز وجل في المتأكد. المقصود إذا نعود أن التابع إذا قال السنة كذا فليس بحجة مطلقا إلا عند بعض الفقهاء وفيه نقل. الأمر الثاني، إذا قال التابع أمر الصحابة بكذا أو نهوا عن كذا، فإن نسبه للصحابة فإن دلالة السياق تقتضي أن الآمر أو الناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم،
وقد تحتمل أن الآمر أحد الخلفاء وقد تقتضي. وهنا يأتي قضية التنزيل بحسب الاجتهاد. وإن كان جل الأصولين يرون أن أمر لها حكم السنة، فيرون أن قول الصحابي أمروا أو نهوا أنها ليست حجة، هذا كلام الأصولين. المسألة الأخيرة وبها ينتهي درسنا الآن تماما، وهي مسألة مش مسألة طبعا الفاظ نعم رواية الحديث بالمعنى، رواية الأحاديث بالمعنى. رواية الحديث بالمعنى يقولون أولا إن كلام الله عز وجل لا يجوز روايته بالمعنى مطلقا لأنه متعبد بلفظه، وهذه من أهم الفروقات بين كلام الله عز وجل القرآن وكلامه الذي هو الحديث القدسي. الحديث القدسي كلام الله عز وجل، من كلام الله عز وجل ليس محصولا عن القرآن فقط. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمة الله. فالله عز وجل يتكلم بما شاء متى ما شاء كيف ما شاء، فكلام الله عز وجل لا يعلمه يعني الله سبحانه وتعالى. فمن كلامه الحديث القدسي وغيره، لكن من الفروق المهمة بين الحديث القدسي والقرآن، وهو من أهم الفروق، أن الحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى، وأن القرآن فلا يجوز روايته بالمعنى، بل يجب الإتيان به بلفظه. وعلى ذلك قال أهل العلم إن القرآن لا تجوز ترجمته، ما يجوز ترجمة القرآن، ما يجوز تقول ترجمة القرآن. إذا ما الذي يترجم؟ يترجم تفسير القرآن، ترجمة معاني القرآن. أما القرآن فلا يترجم، لأن له من الدلائل والمعاني ما لا يمكن أن يكون إلا بهذا اللسان، اللسان العربي. وقد قال الشافعي إن اللسان العربي لا يحيط بكل معانيه إلا نبي، إلا نبي، ما يدلنا على أن هذا القرآن له من المعاني ما يكتشفه البعض دون البعض. قد يفهم أناس منه بحسب لسان العرب، تقبله لسان العرب أهم شيء، يفهم شخص منه شيء ويخفى على الآخر، لكنه طبعا ليس من باب التكليف وإنما من باب الفهم. وأما التكليف فإن الله عز وجل لا يكلف بالمحال. طيب أنا قصدي من هذا إذن المعنى. وأما السنة فإنه يجوز روايتها بالمعنى، والدليل على جواز روايتها بالمعنى أن الصحابة رضوان الله عليهم رووا أحاديث كل بحسبه، كل بحسب رووها بالمعنى، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا رواه بزيادة عن الآخر وغير ذلك. فدل ذلك على إجماع، على إجماعهم المعنوي على جواز الرواية بالمعنى، على جواز الرواية بالمعنى. ولكن هنا مسألتان أو ثلاث مهمات. المسألة الأولى وهي أن الناظر في الأسانيد والرجال يعلم أن بعض الرواة يروون بالمعنى وبعض الرواة لا يروون بالمعنى، فتقدم دائما رواية من لا يروي بالمعنى، وهو الذي يروي دائما يعبرون عنه كان يروي من كتاب. الذي يروي من كتاب لا يعتمد على حفظه يروي بالمعنى، وإنما يعتمد على إيش؟ على كتاب، هذا يرويه نصا. لذلك هؤلاء دائما يؤخذ منهم في الأحكام، وهؤلاء معروفون ودائما مدار العلم عليهم، دائما مدار أحاديث الأحكام عليهم. هناك أناس يروي بالمعنى مثل قتادة بن دعامة السدوسي، كان يروي بالمعنى. عكرمة كان يروي بالمعنى أحيانا، بل كان يلحن أيضا. إذا المسألة الأولى عندما تكون من ينظر في الأسانيد وأردت أن تبني حكما على حديث ما، فيقدم الراوي الذي لا يروي بالمعنى، وإما يروي نصا، إما بأن ينص المحدثون على أنه أضبط، أو يكون يروي بكتاب، الرواية من الكتاب مقدمة، هذا واحد. المسألة الثانية أنك إذا وجدت في حديث أو في كتاب ما من كتب الحديث حديثا منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الحديث
لحم، فهل يجوز لك أن تقيم اللحم أم لا يجوز؟ يعني وجدت مرة في أحد الكتب كلمة ملحونة لا يقبلها لسان العرب، هل يجوز لك أن تعدل هذه الرواية وإنما أو ترويها كما جاءت؟ واضح؟ هنا المبحث هذا طبعا عند أهل الحديث، ذكر ابن الصلاح وغيره، وإشارة الأصوليين له قليلة. يقولون إذا كان الرواة معروفون بالتثبت فإنه في هذه الحالة ترويه كما جاء، فقد يكون وجها لا تعلمه، وأنتم تعرفون طريقة البصريين والكوفيين من النحاة، فإن البصريين في الأصل عندهم أن ترجيح مذهب واحد، وما جاء عن لسان العرب فإنهم يجعلونه شاذا لغة ضعيفة. وأما الكوفيون فإنهم يرون أن كل ما جاء على لسان العرب فإنه صحيح، لذلك يرون في الكلمة الواحدة يجوز لها أكثر من وجه، تجوز مرفوعة وتجوز منصوبة وتجوز مخفوضة أحيانا. لذلك الكوفيون أوسع من البصريين في تلحين الآخرين. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يلحن، بل الصحيح عند علماء اللغة أن أهل الجاهلية لا يلحن. الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيق الصحاح كان يرجح أن شعراء الجاهلية يلحن، والصحيح أنهم لا يلحن، وأن ما جاء إما لضرورة الشعر، إما للضرورة وهذا تجيزه لغة العرب أحيانا، أو أن لها وجه لغوي، لا يمكن أن يلحن لغة العرب. ومن القصص الطريفة في ذلك، لأننا نختصر أيضا، أن عبد الملك بن قريب الأصمعي مشهور جاء لجزيرة العرب ليتعلم العربية، فضاقت ذات يده، نقص ماله، فأراد أن يعلم أبناء أهل البادية القرآن بأجر، فكان مما علمهم سورة المسج، فأتى لطفل يعلمه سورة المسج لم يبلغ بعد سن التمييز، يعني لم يصل السابعة، فكان يقرئه سورة المسج، فكان يقول له تبت يدا، فيرد هذا الطفل عليه طبيب الذي هو دون التمييز دون السادسة فيقول تبت يدان، استغرب الأصمع قال تبت يدا، فقال له تبت يدان، تبت يدا، الولد يقول تبت يدان، يعني كأنه أظن أن الأصمعي كان يقول هذا الطفل يعني ذكى شوي يريد أن يلعب منه. فلما جاءت الثالثة والرابعة قال الأصمعي تبت يدا أبي لهب، فقال الطفل تبت يدا أبي لهب. فلسان العربي كان مستقيما لا يمكن أن يلحن، وأما نحن الآن لا شك أننا نلحن إلا القليل من الناس، وما أحد عرف العربية سليقة، وإنما عرفت العربية بالقواعد. لذلك يقول إن الشعبي دخل مسجد الكوفة فوجد بعض الأعاجم، أغلب أئمة اللغة والنحو سبحان الله أعاجم، سيبويه طويه كلهم، فوجد بعض الأعاجم يعلمون النحو أهل المسجد، فقال نعم علموهم كما جعلتموهم يلحنون، خرطتم سليقتهم. ذاك الآن لذلك يدل على أن هذا الدين ينصره الله عز وجل ليس بقومية، لا ينصر بقومية ولا ينصر بفئة معينة دون فئة، بل إن تركه أقوام أبدل الله عز وجل أبدلهم الله عز وجل بأقوام آخرين ينصر الله عز وجل بهم الدين، فليس حكرا على قوم أو عرق أو بلد دون بلد، بل من قام بهذا الدين ونصره فإنما هو نافع لنفسه. نعم، إذا أقصد من هذا أن العرب قبل سنة 100 من الهجرة في الأمصار و150 في البوادي لم يكن أحد منهم يلحن أبدا، وإنما دخلت اللحن واللكنة بعد ذلك، فلا يمكن أن ينسب النبي صلى الله عليه وسلم لحن لا تقبله إنسان عرب. طيب، المسألة الثالثة في قضية الرواية بالمعنى، هل يجوز الشخص أن يتعمد الرواية بالمعنى؟ يقول أنا أعرف اللفظ لكن هل أتعمد هذا الرواية بالمعنى؟ أنا أقصد هذا لماذا؟ لأن بعض الدعاة وبعض الخطباء يأتي بالحديث فيطوله كثيرا جدا، هو الحديث في سطرين أو ثلاثة،
فيأتي فيطيل جدا فيجعله نقول في صفحتين فيرويه بالمعنى. فالحقيقة أن صاحبا هذا لم يرويه بالمعنى فحسب، وإنما رواه بالمعنى وزاد عليه أشياء لم تكن لحديث لأجل أن يطول في خطبة الجمعة مثلا أو في الكلمة التي سيلقيها. إذن الذي يجوز لك أن ترويه بالمعنى إذا لم يغير المعنى الأساس، تبدل كلمة مكان كلمة، تبدل كلمة مكان كلمة تظن أنها تقوم مقامها ولا تغير معناها، لا تزيد فعلا معينا حدث في القصة مثلا أو تصرفا معينا، لأن هذا نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأن تعلم أن نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله اسمه عظيم. وقد كان أنس بن مالك وهو من أكثر الناس رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من المكثرين كما لا يخفى على الجميع، كان إذا روى حديثا قال أو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تورعه رضي الله عنه، مع أنه كان حافظا قوي الحافظة، أو مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. بل كان بعض الصحابة يتورع أن يروي حديثا، تورع يقول لا أخاف، لما أخشى أن أكون داخلا في حديث من كذب علي متعمدا. لماذا قالوا من كذب؟ لأن في لسان العرب في لغة قريش أن من كذب أي أخطأ، ففهم بعض الصحابة وكثير منهم قرشيون فهموا أن من أخطأ في نسبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار فليتبوأ مقعده من النار، لكن المراد من كذب أي تعمد الخطأ أو تعمد نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود من ذلك أن الإنسان يحرص قدر المستطاع على أنه يأتي بالحديث على وجه ما استطاع يأتيه بتحوير بحسب ما يأتي به. المسألة الرابعة والأخيرة في قضية الرواية المعنى أن أهم ما يحفظ من الأحاديث الأحاديث التي تبنى عليها الأحكام، لأن أحاديث الأحكام زيادة لفظة بل زيادة حرف واحد يختلف فيه الحكم، بل أعجب من ذلك زيادة حركة واحدة، حركة واحدة يتغير الحكم. الآن الشخص عندما يقوم من الركوع ماذا يقول؟ ربنا لك الحمد. جاء في البخاري اللهم ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع روايات في البخاري وغيره. أصحها إثنادا قالوا أن تقول ربنا ولك الحمد بزيادة الواو وبدون اللهم، لأن رواتها هم أوثق الرواة، لذلك زيادة لفظة تتغير فيها الكلام وهي زيادة واو ولك الحمد. أعجب من ذلك في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما جاءته مستحاضة رضي الله عنها قال أمكثي قدر ما تحبسك حيضتك، وفي رواية في مسلم أمكثي قدر حيضتك، قدر حيضتك، والحديث الثاني أمكثي حيضتك، زاد إيش كلمة واحدة وهي كلمة إيش قدر، اختلف الحكم تماما. فمن رجح رواية أمكثي قدر حيضتك وهم الحنابلة قالوا إن المرأة تعمل بالعادة وإن خالفت التمييز، وقال الشافعية بل الصواب رواية أمكثي حيضتك فتعمل بالتمييز وإن خالف العادة، والأقرب قول الشافعية لأن هذا الحديث أصح، أمكثي حيضتك أصح من رواية أمكثي قدر حيضتك، وإن كان رواية يفنج. شوف كيف كلمة زيادة كريم. ومثل الحديث ذكرت لكم قبل قليل في قضية ماذا وما فاتكم فأتموا فقصوا، لذلك طالب العلم إذا أراد أن يحفظ الحديث أوصى أهل العلم منذ القدم أن أول ما تبدأ بحفظه ما هو أحاديث الأحكام، دع عنك الأحاديث الأخرى، أحاديث الأخرى غيرت لفظة ما يضر، لكن أحاديث الأحكام لا بد أن تحرص على حفظها، تبدأ بالعمدة البلوغ المنتقى وأحاديث الأحكام، لأن تغيير لفظة أو حركة يختلف بها المعنى. ذكاة الجنين ذكاة أمه، ولا ذكاة أمه، هذه لها معنى وهذه لها معنى. ينبني على ذلك أن الأم إذا ذكيت ذبح ثم بقر بطنها فوجد فيه جنين، فمن قال إن الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه قال يجوز أن تأكل الجنين وإن لم يقطع رأسه، لأنها تكون مبتدأ وخبر، إذا ذكيت الأم ذكي ابنها. ومن قال إن الحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه ذكاة بالنصب فيكون منصوب على الحالية، أي إن الجنين يذكى كذكاة أمه، فإذا ذكيت أمه ابقر بطنها وأخرج الجنين وفيه حياة مستقرة ثم ذكي.
وإلا لا يجوز أكله. أصح رواية هي رواية ماذا؟ الرفع، زكاة الجنين زكاة أمه، فيجوز أكل الجنين وإن لم يقطع ودجاه وفلقومه ومريء. فانظر كيف يعني حركة واحدة غير معنى. فنقصد من هذا أن ألزم ما يعنى به ماذا؟ حديث الأحكام، وخاصة الكتب التي عنيت بضبطها مثل عمدة الأحكام، فهو من أجملها وأجمعها، والبلوغ والمحرر والمنتقى، وهم هذه الأمور أربعة أكمل الأحاديث. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. قبل أن نجيب عن الأسئلة، سأسأل أربعة أسئلة في كل سؤال أو على كل سؤال جائزة، والجوائز اليوم شكلها يعني غريب على الشيء. من أختار ليختار؟ أبو طاقية، أنا أسأل سؤال وأنت اختر من يجاوب، زين؟ فهم كلامي؟ أنت اختر. طيب، يعني أنت متى معنا الفجر؟ السؤال الأول نقول، ما هو تعريف السنة؟ هذا سهل، هذا سؤال سهل ثم صعب. ما هو تعريف السنة؟ قلنا واحد، شوف نق در 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 عشر واصل طبط طبط. أي واحد خص القريب ولا البعيد؟ يلا لا في الصلاح كمل. لا ليس هذا الذي قلته، سمشي أبعد أبعد روح هناك. طيب يلا سمشي. نعم أنا أبغى زيادة من غير الضرق أحسد على واحد. طيب السؤال الثاني نقول إن ما المراد بالقياس إذا قال بعض الفقهاء إن الحديث إذا خالف القياس لا يعمل به؟ ما المراد بالقياس هنا؟ نعم القياس مراد به من القاعدة العامة، وليس القياس الذي هو بمعنى قياس العلة أو قياس المعنى. السؤال الثالث ما يتعلق بدرس اليوم، هل أو من الذي خالف في مسألة أن السنة درجتها أقل من درجة القرآن من حيث الاعتبار؟ من حيث الاعتبار لا أنتم ما أجبت، لا غير اللي أجاب هاشي، لا أدولي خلق بسنين هذوليك انتهينا منه. الشاطر يحسن الشاطر. السؤال الأخير الرواية بالمعنى وحقي قول التابعي من السنة كذا، هل له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ اللي وراء سم ليس له حكم الرفع. أحسنتم جزاكم الله خير وبيض الله فيكم. طبعا إن شاء الله الأسئلة ستكون بعد العشاء مرة واحدة. طيب فوز الجوائز كيف؟ طيب يعني هيئة المسكن، لو جاء واحد قال أريد أن أجعل بيتي غرفة واحدة، لا شك أنه صحيح، لأن داخل من عادة. لو أراد أن يقول لن أركب سيارة وإنما سأركب دابة، هذا غير صحيح، لأن هذا عادة. لو كان عليه وسلم سيارات لركبها عليه وسلم. لو جاء شخص وقال أريد مثلا يعني لن أجلس في مسلح فأجلس في طين كعهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، لأن من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لم يكن يسكن في الطين، وإنما في بيوت من مدر من حجر، ولم يتركوها لأجل بيوت الطين. فلذلك هذا كلام غير صحيح مطلقا. التطاول من بنيان، التطاول من بنيان قال من علامات يوم القيامة، ولكن انتبه هنا مسألة، ليس كل ما ذكر من سلم أنه من علامات يوم القيامة يكون منهيا عنه. مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في آخر الزمان يكثر فيهم السمن. السمن بعض الناس مسكين من الله عز وجل، الغدد هكذا، صح ولا لا؟ فما نقول إنه مذموم،
لذلك يقولون إن الطبغ السواد وهو نصوص أحمد ليس حراما لأنه لم يصح فيه حديث مطلقا، وأن ما جاء أن في آخر الزمان أناس لهم لحن كأمثال الثغامة السوداء كأمثال يعني حواصل الطير السوداء أنهم باب الإقطار وليس دليل على التحريم. وأما ما جاء في صحيح مسلم أنه سلم قال لوالد أبي بكر عبد الله بن حافر غيروا شيبته وجنبوه السواد، فإن أحمد نص المسند أن زيادة وجنبوه في السواد مدرجة من قول أبي الزبير المكي محمد بن مسلم. لذلك كان أحمد يرى أن الطبغ السواد ليس حراما إمام أحمد، وإنما يرى أنه مكروه فقط كراهة في ورود عبارة الصحابة. لذلك هذا من باب الإخبار، يقول من باب الإخبار ليس يدل على الحكم، فالتطور في البنية ليس حراما وإن كان الورع تركه لا شك، الورع تركه من السياق سياق زمن. أنا بودي أن أرجع قبل أذان الإخوان الذين يكونون مستعجلين أو عندهم مساجد، لا ما تشعر فيه في أسئلة نجعلها بالأذان والإقامة. طيب سلم شكرا تم؟ ما يصح الحديث، وإن صح خلاص يدل على أن الحجامة سنة، لكن الحديث ضعيف. البوصيري له رسالة تتبع طرق هذا الحديث طبعت في الكويت، البوصيري صاحب مصباح الزجاجة لله صاحب الزوائد، له رسالة في اسم كذا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة، أن سلم احتجم وأمر بالحجامة، تبع هذا الطريق كان يميل لتحسين، لكن الذي على جمعنا العلم أنه لم يصح أن يسلم توقيتها لا بيوم الثلاثاء ولا غيره من أيام الأسبوع ولا توقيتها من الشهر، ما يصحت في ضعف، لكن إن صح يدل على أن الحجامة سنة لا شك. يعني من حسن أن العلم كالبصيري وغيره يدل على الحجامة سنة وتوقيتها سنة سنبارة. كانت حافيا سنة، والدليل على ذلك ما روى أبو داود من حيث فضالة بن عبيد أحد الصحابة رضي الله عنه عندما كان واليا على مشى حافيا، فلما مشى حافيا قيل له أتمشي حافي وأنت والي مصر؟ قال لقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحتفي وأن ننتعل، أمرنا. وثبت عن سلم قال احتفوا احتفوا، وفي وصية عمر قال احتفوا. فالمشي في الحفاة سنة أحيانا، لذلك من هي أن الشخص دائما يلبس النعل دائما أقل شيء من كراهة، يعني ليس تحريم لا شك، يعني من باب الأدب. بيتك مش بيتك وانت طالع مشوار قريب مو تطلع عليك قدام الناس حافي دائما. نعم سميشة أذن أنا بس ودي كان الإخوان بدين بدين يخرج قبل الأذان يمكن قبل عشان ما نخالف الحديث. سم ما أدري خلنا نسمع الأذان. طيب أبشر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الفلاح حي على الفلاح
أولا أحد الإخوان يقول يعني لم أحضر درس الفجر ولا العصر، فأرجو إعادته بطريقة موجزة. يعني أعتقد أن هذا صعب جدا، إذا كان يريد هذا الإخوان سجل الدرس يمكن أن يأخذ الإخوان مجانا أو نحو ذلك. هذا أحد الإخوان يقول، نبدأ بهذا لأنه أسهل إجابة، يقول أنا مقيم في الرياض وأقيم لمدة سنة وبعدها أعود لبلدي إجازة أو إجازة مدتها شهر، فهل علي الصلاة مع المقيمين من أهلي وأقوم بالأعمال التي يقوم بها المقيم أو أقصر الصلاة ولا أصلي السنن مع أني سأعود للرياض من أجل العمل؟ باختصار شديد نذكر لكم القاعدة، وهي قاعدة سهلة جدا جدا، هما يعني هذا السؤال يحتوي على فقرتين. الفقرة الأولى متى يقصر الصلاة ومتى لا يقصرها؟ الشخص له ثلاثة دوك، إما أن يكون مسافرا، وإما أن يكون مقيماً، وإما أن يكون مستوطناً. إما أن يكون مقيماً أو مستوطناً أو مسافراً. المستوطن هو البلد التي تمكث فيها، التي فيها أهلك، لو مكثت فيها نصف يوم فأنت مستوطن. أنا من أهلي، وأنا أقصد بالبلد أي المدينة أو القرية، لا أقصد البلد التي فيها الدولة. فلو أنا من بلدي سين مثلاً ومكثت في هذه البلد نصف يوم فقط، فإني أعتبر ماذا؟ مستوطن، لأن فيها زوجتي مثلا، والداي إن كان من يسكن مع والدي، أو فيها مثلا أبنائي، فأنا أعتبر مستوطن. في هذه الحالة البلد التي أنت مستوطن فيها الشخص ليس له إلا وطن واحد، فإنه لا يجمع ولا يقصر ولا يترخص بشيء من الرخص مطلقا، لا يترخص بشيء من الرخص مطلقا. اثنين، الدار الثانية دار السفر. ما هي دار السفر؟ دار السفر هي ثلاثة صور. الصورة الأولى عندما يكون الشخص بين نقطتين، بين بلدتين، بإجماع أهل العلم أنها تسمى سفرا، بإجماع أهل العلم يسمى سفر. إذا جلس بين بلدتين أو منتقلا بين بلدتين، لو جلس شهرا شهرين على ظهور الرحال، جلس شهرين ينتقل من نقطة سين إلى صاد، فإنه يسمى سفر، فيجوز له الترخص برخص السفر. سنتكلم عن الرخص بعد قليل. الحالة الثانية وأظنها أيضا شبه إجماعا لا أعرف فيها خلافا، لو جلس في بلد والبلد هذه ليست بلده وطنه الذي يسمى استيطان، ولكنه لم يعلم كم سيمكث فيها، ما يدري يوم يومين ثلاثة أربعة عشرة، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مكث في تبوك نحو من 15 يوما، ومثل ما فعل عبد الله بن عمر عندما مكث في أذربيجان ثلاثة أشهر ينتظر الثلج يذوب. فإذا جلس شخص في بلد لا يعرف كم سيمكث، لا أعلم خلافا، لا أريد أن أجزم منه إجماع، أنه له حكم المسافر، يسمى مسافرا، يترخص برخص السفر. إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، انتبه، إذا أقام في بلد مدة معينة، قيل إن هذه الأيام أربعة أيام فأقل، وقيل أقل من أربعة أيام، وقيل 13 يوما، وقيل 15 يوما، وهذه المسألة هي محل الخلاف. من مكث في بلد مدة أقل من أربعة أيام أو 15 يوما، الخلاف في تحليل هذه الأيام، هل هذا يلحق بالمسافر وما زاد يسمى مقيما، أم أنه يسمى مسافر في الحالتين، أم يسمى مقيم في الحالتين؟ والذي تقرر عند الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله هو قول جمهور أهل العلم، أن من مكث في بلد، يقول لأن الناس لا يسعهم إلا هذا القول، لا يسع الناس إلا هذا القول، أن من مكث في بلد أربعة أيام فأقل فإنه له حكم المسافر، يعرف أنه سيجلس في هذه البلدة 20 فرض فأقل، سيصلي 20 فرضا من الصلوات فأقل، فإنه يجوز له ماذا؟ أن يترخص برخص السفر ويسمى ماذا؟ مسافرا. إذا المسافر له ثلاث صور، أقواها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. الدرجة الثالثة من الدور تسمى دار الإقامة، الإقامة بين الاستيطان وبين السفر، وهو أن تمكث في بلد جازما أكثر من أربعة أيام على الصحيح، في 21 فرض أكثر، من العلماء من يقول 12 يوم، مذهب الشافعية، الحنفية يقول أقل من أربعة أيام، فرق صلاة واحدة.
فهذا الذي يسمى مقيم يترخص لا يترخص برخص السفر أبدا إلا رخصة واحدة، وهو أنه لا تجب عليه صلاة الجمعة فقط، وما عدا ذلك لا يترخص. واضح؟ فصاحبنا هذا نقول ما دمت تتجلس في بلدك هذه مدة سنة عمل، فهذه السنة أنت عارف أنك تتجلس سنة، فتسمى ماذا؟ لا، مقيم، فلا تترخص بالقصد. إذا ذهبت لأهلك ولو جلست يوما واحدا تسمى ماذا؟ مستوطن، لأن زوجتك هناك وأهلك هناك، فإنك لا تترخص. إذا تترخص أين؟ في الطريق، وإذا مكثت في بلد أربعة أيام فأقل غير بلدك الذي استوطنت فيه. هذه مسألة. المسألة الثانية قضية الرخص. رخص السفر على ثلاثة أنواع. هناك رخص الأفضل فعلها مثل قصر الصلاة، الأفضل فعله، ومثل جمع حال اشتداد السفر الذي هو الصورة الأولى من صور إيش السفر. أما قلت مثال صور، فالصورة الأولى الأفضل الجمع. وهناك رخص من رخص السفر الأفضل تركها، الأفضل تركها. مثل ماذا؟ مثل الجمع في الصورة الثانية والثالثة من صور السفر، من جلس في بلد أربعة أيام فأقل، أو جلس مدة لا يعلم كم، سيجلس في بلد لك لا يعلم، يجوز له الجمع، لكن الأفضل عدم الجمع، لكن يجوز الجمع. وهناك رخص يستوي فيها الأمران الفعل والترك، والصحيح أن منها طبعاً أن من الرخص التي يستوي فيها الأمران السنن الرواتب، لما ثبت عند الترمذي من حديث ابن عمر أنه قال حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات في الحضر والسفر. يعني السلم صلى سنن الرواتب وين؟ السفر. لكن تقول في حديث عائشة نقول فيه لم يكن السلم يحافظ في حضره، لم يكن السلم يترك ركعتي الفجر ولا الوتر ولا الوتر في حضره ولا سفره. مفهومه ماذا؟ أنه يترك ماذا؟ سنن الرواتب. نقول نعم يجوز تركها، لكن تستوي الفعل إلا لرجل واحد الذي لا يصلي سنن الرواتب وهو في بلده، الأفضل أن يصلي سنن الرواتب في السفر، لأنها ليس لك أجر. حيث أبي موسى عند البخاري من سلم قال من مرض من سافر أو مريض كتب له أجر ما يفعله صحيحا مقيما. أصلا أنت ما تصلي سنن الرواتب، فليس لك أجر. هذا ما يتعلق بسؤال أخ أنا بدأت فيه لأنه أخ. السؤال الثاني، أحد الأخوان يقول أنا مبتدئ في علم الفقه فبماذا أبدأ؟ الحقيقة علم الفقه يعني بلا مؤاربة هو منتهى العلوم الشرعية، هو علم منتهى العلوم الشرعية. والفقه كما لا يخفى عليكم نوعان، الفقه الأكبر كما قال الإمام أبو حنيفة هو العلم بالله عز وجل والعلم الحقيقي على السنة طبعا وبأسمائه وبصفاته على السنة وبمسائل المعتقد، والفقه الأصغر وهو الأحكام. لذلك علوم الحديث وعلوم التفسير وعلوم اللغة كلها خادمة لها. يقول بعض النظام هو بن نصر الله التستري البغدادي في نظمه للوجيز من كتب النابلة يقول وبعد فالفقه عظيم المنزلة قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بعرض آخر كلام بدون حفظ لفظه لا ينفع. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معاوية قام خطيبا فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمعرفة الفقه لا شك أنها نعمة من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فأن يكون المرء فقيها ويعلم الأحكام نعمة، ولكن لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا عالما بالكتاب بالفقه الصحيح. أما فقه حفظ كتاب كتابين ما تنفع، يجب أن يكون عالما بالكتاب، عالما بالسنة، عالما بقدر استطاعته بالعلوم المساعدة. من أراد أن يتعلم الفقه لا بد أن يبدأ بكتاب الله عز وجل، وأقل ما يجب عليه أن يحفظ آيات الأحكام وهي 400 آية تقريبا، ثم يبدأ بعد ذلك بحفظ أحاديث الأحكام. وتكلمنا عنها العصر، أحاديث الأحكام مهمة وخاصة العمدة ثم البلوغ، يحرص على حفظها أو استظهارها على أقل حال، يعني يقرأها مرتين ثلاث حتى تكون في ذهن. ثم بعد ذلك يحرص على أمور ثلاث أو أربع، منها أن يكثر القراءة في كتب الفقهاء. لا بد أن يكثر القراءة، لا يمكن شخص أن يكون فقيها إلا أن يكون مكثرا من القراءة، يرتاض عليها لأنها رياضة، الفقه رياضة، لا بد أن ترتاض على القراءة في كتب الفقهاء وتنظر في مناظراتهم وأدلتهم
وتعليلات، هذا واحد. الأمر الثاني، لا بد في الفقه أن يؤخذ على شيخ، سبحان الله العظيم، وهذا من خطأ في هذا الدين أنه لا يؤخذ إلا عن الشيخ. في مقدمة صحيح مسلم أن عبد الله بن مبارك قال: الإسناد من الدين، فإن قيل عمن بقي. لذلك لا يجوز في الفقه أن تحدث قولا لم تسبق إليه، ما يجوز. وكثير من الناس الذي يأخذ العلم من الكتب يأتي بعجائب الأقوال ومنكرات الأفهام. وفي زماننا هذا عندما أصبح كل يكتب وكل يقرأ، تقرأ في الكتب ما يضحك أحيانا ويبكي أحيانا أخرى. لذلك لا بد من أخذ العلم عن الأشياخ، ومن خصائص هذا الدين لزوم الأشياخ. وليحرص المرء على أن لا يكثر من مشايخه، يلزم واحدا أو اثنين على أقصى تقدير، لأن الشخص ذهنه لو تعدد أشياخه الوقت الواحد تشتت ذهنه، وأعطاه ذاك طريقة والآخر طريقة أخرى فتشتت الذهن. فاحرص على ملازمة شيخ واحد يكون فقيها نفس تستطيع أن تلازمه دائما. الملازمة الصحيحة أن تحضر عند الشيخ في الأسبوع 5 دروس 6 دروس، لم أقل لك كل يوم تكون عنده. أما أحضر عنده في الأسبوع مرة، كل أسبوعين أغاب أو هو يغاب، وطبعا في السنة 20 أسبوع إجازة صيفية ورمضان ما في دروس، فما أدري متى يحصل المرء على العلم. لا بد من الملازمة التامة، وهذه هي التي تخرج. الأمر الرابع والثالث لا أعلم، أن الشخص يحرص على المذاكرة. لا بد من المذاكرة، وأعني بالمذاكرة ليست مذاكرة الكتب، فإن مذاكرة الكتب والقراءة ذكرنا عنها، وإنما مجالسة الفقهاء، سماع كلامهم وطرح المسائل عليهم واستذكارها وسماع كلام الناس إيجاد المسائل. وقد جاء أن قتادة قال: إذا أردت أن تعرف علم الفرائض فأمت جيرانك. مو جيرانك، أما تعرف واحد يعرف بنات جيرانهم وأخوانهم وموتهم واحد واحد، موت الأم، موت الأب، موت البنات، موت الأولاد، وكل واحد أقسم ميراثه. يقول تضبط الفرائض، تضبط الفرائض بهذه الطريقة. لذلك كذلك الفقه لا بد فيه من المذاكرة دائما. أيضا قضية البدء عن طريق الكتب ومسألة المذهب، هذه مسألة أخرى ليس هذا مقامها. طيب يعني تقريبا مثل ما نصيحه لطالب العلم من حيث التقيد، هل يقرا، هل يكتب شرح الشيخ على شكل نقاط ام يفرق كلامه؟ هذه المساله هي مساله كيف اذا حضرت درسا كيف تقيد الفوائد. تقييد الفوائد هذه فن، وفي نفس الوقت موهبه. فن يكتسب وموهبه يرزقها بعض الناس. فسرعه الكتابه ما كل من يجيدها، فبعض الناس معروف بسرعه الكتابه وبعضهم ليس كذلك. وبعض الناس يحسن الاختزال. الاختزال ما هو؟ هو أن يأخذ المعلومة ثم يختزلها في لحظات سريعة، وبعضهم لا، ينقل النص. لذلك أنت واحد من الاثنين، إن كنت تحسن ضبط الاختزال فأن تكتب بفهمك أحسن، أن تكتب بفهمك أنت أحسن. لماذا؟ لأنه يدل على أنك فهمت فنقلت. ولو كنت تكتب النقل فأنت في حالك كحال كاتب الآلة الذي لا يدري ما يكتب. أحرص على أن تفهم وتكتب بفهمك ولو بسرعة، وهذا هو الفهم، أن تكتب بفهمك أنت. وفي نفس الوقت لا تكتب كل ما يقال، فإن الشخص لا يكتب كل ما يقال ولا يحفظ كل ما يكتب ولا يتكلم بكل ما يحفظ، بل ينتقي فينتقي حتى يكون الأحسن. فليس كل ما يقال يكتب، لأنك لو كتبت كل ما يقال ستفوت ربما أشياء هي أهم، وإنما أكتب ما ترى أنه جديد عليك وأنه مفيد لك، سواء كان علما جديدا أو تقسيما، لأن التقسيم في علم الفقه بالذات مهم، والفقيه هو من يسر التقسيم. من الأمور الفنية، طبعا هذه تحتاج دورة كاملة أو درس كامل، من الأمور الفنية في قضية الكتابة، احرص على أن تكون كتابتك ليست على كتاب بعين لكي لا تفسد. احرص على أن لا تفسد كتابك في التعليقات، فإما أن تكتب في كتاب خارجي كهذه الحال مذكرة، أو أن تجعل كتابا تكتب عليه بقلم الرصاص، لأنك بعد فترة عندما ترجع لهذا الكتاب وتجد هذه التعليقات تستثقل القراءة فيه، وثق أنك بعد 5 سنوات عندما تقرأ تعليقاتك واحدة من ثنتين، إما أن تعجز بهذه التعليقات مما يدل على أنك لم تزدد علما وقف وما راجعت،
وإما أن ترى أن هذه التعليقات ضعيفة، وهذا يدل على أنك طورت نفسك كثيرا. لذلك اختبر تعليقاتك التي كتبتها عن الأشياء فين وفين، وبالتجربة أن طالب العلم كلما طال عمره وكثرت ممارسته كلما قلت تعليقاته. لا أقول لك ابدأ بإقلال من التعليق، بل أنت في بداية طلب العلم اكسب، ثم ابدأ اختزل شيئا فشيئا حتى يتحسن يعني طريقة تعليقك وكتابك. نعم. هل يبدأ الشخص بعلم معين أم كل الدروس؟ طبعا لابد من الشخص، العلوم الشرعية بعضها مترابطة، لا يمكن أن يعرف الشخص علما ويجهل العلوم الباقية. لابد أن يكون عالما بالعلوم كلها، لكنه يكون غير متخصص فيها جميعا ما يستطيع. كما قال الإمام الشافعي: إن لعقلك منتهى كما أن لعقلك منتهى، نظرك له منتهى، لو جلست في البر ترى كيلا أو كيلين ثم يقف، ما ترى الذي بعده. كذلك عقلك لا يستطيع أن يحوز كل العلوم، وخاصة أن العلوم أصبحت ذات تشعب، والشرعية كذلك في الخصوص، كما قال علي رضي الله عنه: إن العلم نقطة كثره الخائضون بخوضهم أو الجاهلون بخوضهم. فكثرة القيل والقال والرد وهكذا في كتب أهل العلم ما أطال هذه المسألة. هذا أحد أخواني يقول: معلوم أن السنة وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أهل الحديث المتخصصين في هذا الفن، ولاحظت عليك كثيرا الاستدلال بأقوال الأصوليين، مع أنه بالعلم أن الأصوليين أدخلوا أنفسهم في مبحث السنة وأدخلوا فيها العجائب. ألا ترى أن الأصوليين تكلموا في أمور لا يفقهون فيها، مثل ما بشكل الأمة ضعيف جزاها الله خير، ومثل ما حدث في كتاب روضة الناظر؟ يعني ما أدري، يعني أظن أن الجواب عليه في الضحك يكفي. يقول: هذا أذكر ما المتون التي ينصح بحفظها في كل فن، وحبذ أن تكون منظومة، وما الأفضل، حفظ المنظوم أو المنثور وحفظ الزاد وكذا؟ طيب، بالنسبة للمتون، المتون كثيرة جدا، وفي كل علم متون متعددة، بل في كل زمان تتطور المتون فتأتي متون أكثر منه بين الفينة والفينة الأخرى. والإنسان إذا أراد أن يختار متنا ليحفظه أو يقرأه لابد أن ينظر فيه مواصفات معينة. المواصفة الأولى أن يكون المتن هذا في مجمله سليم، لأن ما من متن إلا وفيه يعني بعض الأخطاء، ما من كتاب إلا وفيه أخطاء إلا كلام الله عز وجل ولا شك. حتى البخاري ومسلم، الدارقطني ألف كتابا سماه التتبع والإلزامات، تتبع الشيخين في بعض المسائل. فلذلك ما من كتاب، فأنت ابحث عن الكتاب الذي هو أسلم وأقل أخطاء، هذا واحد. الأمر الثاني، ابحث عن الكتاب المخدوم شرحا، فإن الكتاب إذا خدم بالشرح والتدريس في الغالب أنه أعطي حقه من الدلالة والمعاني والفهوم. الأمر الثالث، إذا اخترت كتابا وذهبت لشيخ فاجعل الشيخ هو الذي يختار. وهذه فائدة ذكرها الشيخ بن عثيمين، أن الشخص إذا ذهب للشيخ لا يقول له أنا سأقطع عليك هذا المتن، بل انظر ما الكتاب الذي شرحه الشيخ دائما واقرأ عليه نفس هذا الشرح. لما؟ لأن الشخص إذا كان قد شرح المتن مرتين أو ثلاثا أو أربعا أو أكثر من ذلك، فإنه في الغالب يكون ضابطا له، فاهما مفترزاته، لا يحتاج لإعمال الذهن للفهم لأن فهمه منتهي، وإنما يزيدك بسطا فيه واستظهارا. في كل فن يوجد منظوم ومنثور. بعض الناس الأسهل عليه حفظ المنظوم، وبعض الناس الأسهل عليه حفظ المنثور. الناس يختلفون، ويستحب بعض الناس حفظ المنثور. لماذا؟ المنظوم لماذا؟ لأن كثيرا من الناس يأتي بالمنظوم على هيئة الاستدلال، كأنه يقول قال الناظم ثم يقول لك، فكأن المنظوم دليل، فذلك يأتون به. وهذا في الحقيقة أنا في نظري أنه عيب، فإن حفظك لهذا المنظوم تجعل في مقام الاستدلال، كحال بعض المشايخ في بعض البلدان عندما يستدل قال الناظم كذا، قال في اللامية قال كذا،
ولا يستدل بأصول الاستدلالات سواء كانت أصول شرعية أو أصول لغوية، حتى في أصول لغة العرب قال الشاعر من شعار الجاهلية أحسن من تقول قال الناظم. فلذلك إذا كان قصدك بالنظم الاستدلال فهذا نعتبره عيب. بعض الناس لا يحسن الحفظ وإنما يحسن الفهم، فهنا تضيعه وقته في الحفظ ثقيل عليه، ربما يجلس في الصفحة أسبوعين ثلاثة، ولو استثمر هذا الوقت في الفهم لكان أحسن. وقد قالوا إنه قليل من الناس من يكون مبرزا في العلمين أو في الفنين، في الحفظ والفهم معا. يقول صعب جدا أن يكون يفهم فهما قويا وحفظه حفظ قوي، نادر جدا. وقد ذكر هذا الرازي الطبيب، فإنه لابد أن يغلب على الشخص إما الحفظ وإما الفهم، وهذا الذي يسمى بالذكاء الاستظهاري وهو الحفظ، أو الذكاء الاستنباطي المنطقي وهو الذي يسمى الفهم. نعم، كانت الأسئلة متقدمة. نعم، هذا أحد الإخوان يقول هل هناك رسالة علمية أخذ بها لأجل الصلاة عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الجبلية والتعبدية؟ نعم، رسالة رائعة جدا اسمها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للدكتور سليمان الأشقر، وهو من المشايخ المعروفين ومن طلاب الشيخ بن باز القدامى أيضا، ورجل الآن وصل قارب 80. الإقعاء في الصلاة ما حكمه وما صفته؟ الإقعاء في الصلاة اختلف في معناه، فقيل إن الإقعاء كإقعاء هيئة الكلب، بمعنى أن يرفع الرجل ركبتيه، ولكن الحقيقة هذا في بعد، لأنه لا يمكن أن يفعل في الصلاة. ومن أهل العلم من قال إن الإقعاء أن ينصب المرء قدميه ويجلس عليهما منصوبتين، لا يفترش القدم وإنما ينصبهما، وهذه الهيئة إنما ورد النهي فيها في التشهد دون الجلسة بين السجدتين. انتهى الوقت. يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والثاني، أما التشهد الثاني فالصحيح أنه واجب إن لم يكن ركن، لحديث ابن مسعود وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا الصلاة عليك، فيجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو بأقل صيغة في التشهد الأخير. وأما لو كان في التشهد الأول فقد حكى أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله أن التشهد الأول لا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي كان إذا جلس للتشهد الأول كأنه جالس على جراء على حجارة محماة، فيقوم سريعا فلا يكرر فيه إلا فلا يقرأ فيه إلا التحيات ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب في التشهد الأول.